تعالوا احكي لكم حصل ايه في تصفيات ريد بول ستريت ستايل. دي اقوى بطوله فري ستايل فوتبول بتتنظم، ومنها هنختار احسن 16 اللي هيلعبوا بعض عشان نحدد مين هيكون بطل مصر. بدانا اليوم بوركشوب ازاي تكون احسن في الباتلز، وبعد كده كل واحد نزل عمل دقيقه عشان نحدد الرانكينج ونعرف مين هيلاعب مين. طبعا انا وديشا وفايبر كنا الحكام، ومهمتنا ان احنا نختار احسن فري ستايلر على اساس الكنترول الستايل والكرياتيفيتي وحاجات تانيه كتير. اشترك في المسابقه حوالي 32 فري ستايلر، منهم مهند اللي بيدافع عن اللقب، ومنهم جيمي اللي كسب قبل كده. وطبعا البطوله دي غيرت حياتي لما كسبت في 2009 ورحت امثل مصر في بطوله العالم، وبعد كده كسبتها اكتر من مره. احنا اخترنا احسن 16 في مصر، ودول اللي هيلعبوا بعض النهارده في سيتي سنتر اسكندريه عشان نحدد مين بطل مصر. وكان معانا في اليوم الجامد ده كمان بي بوي ارابينيو الدي جي الجامد بتاعنا، وده كان اصغر فري ستايلر موجود في اليوم، والحمد لله كان يوم جامد جدا. وبعدها اتجمعنا كلنا ورحنا ناكل، والفيديو الجاي هوريكم نهائيات ومين بطل مصر. سلام.